عسلامة ومرحبا بكم، هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاشام. ما حقيقة انضمام كواكول للترجي الرياضي التونسي، وهل يلتحق بإيدو؟ ثر الحديث في الآونة الأخيرة على لاعب نادي الرياضي الصفاقسي كواكو بعد تمرد عصيانه، خاصة أنه طالب بمستحقاته، وبعد اتصالات عديدة ومكثفة من قبل عدد من المسؤولين بالنادي الصفاقسي والمقربين منه من الأحباء الفعليين. كان بدون جدوى لأنه أغلق هاتفه الجوال وغادر الصفاقسي باتجاه العاصمة ليقيم حسب آخر أخبار الدولة والمقربين بالنادي بمنزل المهاجم إيدو، لترك أطيب الانطباعات في النادي الصفاقسي قبل الاحتراف بالإمارات والانتماء إلى الترجي. وطبعا فسر العديدون هذه الفرضية بأنه سينضم إلى الترجي في شهر جويلية المقبل دون عوائق، باستثناء إمكانية تسليط لجنة النزاعات بالفيفا عقوبة مالية تقدر بحوالي 80,000 دينار، وهي قيمة الأشهر المتبقية له بالنادي، على أساس وأن جيراته تبلغ 13,000 دينار. ليصبح اللاعب الثالث من السياسات في الترجي بعد إيدو وهاني عمامو. فهل ستصدق هذه التخمينات والتكهنات؟ ننتظر جويليا باش نعرف الجواب.